فهذه هي شروط صحة العمل. الشرط الأول ألا وهو الإخلاص لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. فربنا سبحانه وتعالى ما بيقبل منك إلا ما كان خالص لوجهه الكريم. مشيت صليت للناس، مشيت تعبدت لغير الله عز وجل، ما أخلصت النية، ما وحدت الله تبارك وتعالى، علقت لك حجاب، أخذت لك محاية، أخذت لك بخرات، غير من الأمور كلها تضحت في توحيدك وفي إخلاصك بالله عز وجل. هذا أولا. ثانيا وهو الشرط الثاني في صحة العمل، الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قبيل في المقدمة بينا لك أنه من شروط شهادة أن محمد رسول الله اتباعه فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع، لأن الله سبحانه وتعالى ما بيقبل من العمل إلا ما كان خالص وفيه اتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى أو قوله عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بعد ما عرفنا يا إخوة إنه لا بد من تحقق شرط الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لصحة العمل، بعض الناس قد يتكبر ويكابر في قبول ذلك فلا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدانا تحذير غاية في التحذير من مخالفة أوامره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انت عارف لما تجي يوم القيامة، اليوم ما فيه أكل ولا شراب، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تجي في اليوم العصيب ده تخيل وانت غاية في العطش وغاية في الجوع تبحث عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الحوض الذي إذا شربت منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فيأتي أقوام فيزودوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يشربوا شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهم المسلمون الموحدون المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي أقوام برضو مسلمين، خد بالك وخطين تحت إنهم مسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليردن أقوام من أمتي الحوض، قال فتزودهم الملائكة، في ملائكة حافة الحوض. لما تأتي هؤلاء المسلمون عشان يشربوا من الحوض، تخيل أنا ذلك تتخيل أني تتكون منهم، وحوريك الآن الأسباب. قال فتزودهم الملائكة تمنعهم من أن يشربوا من الحوض أو حتى يقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فينظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أنهم من أمته، كيف؟ من آثار الصلاة، غرا محجلين من آثار الوضوء. قال فيقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي. قال فتقول الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام إنهم قوم قد بدلوا بعدك أو غيروا بعدك. شوف بالله العظيم هذا الموقف الأليم والعصيب اللي ممكن أي واحد فينا لو خالف أوامر النبي وما اتبع تعليماته عليه الصلاة والسلام يجي دار يشرب يوم القيامة من الحوض، وهو بحب النبي، ما قال النبي ما قال بكرهني، بحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم وبيتوضى لأنه فيه أثار الوضوء وبصلي. فتزود الملائكة تدفعه وتمنعه أنه يشرب، ليه؟ لأنه بدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده أمر يا إخوة غاية في الصعوبة. عشان كده نحن بنحذر من المخالفة لأوامره. والآن نحن يا إخوة عشان نطبق هذا الأمر على الواقع، الآن نحن تمر علينا احتفالات في السودان كبيرة وعظيمة جدا، وبعض الناس يصل لدرجة أنه عيد من أعياد المسلمين عادي يقوم بها الصوفية، ألا وهو الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في فترة نبوته 23 سنة، ما في سنة واحدة لا قال احتفلوا بمولدي ولا هو احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. وجاء من بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامين حكم لم يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى فاضل الأمة وأكابر الأمة. ثم بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب ما يقارب 10 سنين أو يزيد حكم ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. ثم عثمان 13 سنة، ثم بعد ذلك جاء علي ومعاوية، ثم العهد الأموي، ثم العهد العباسي. كل هذه القرون، قيل 3 قرون 300 سنة، المسلمين ما كانوا بيحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام.
يأتي بعد كل هذه السنين ما يسمى بالفاطميين أو العبيديين، وهم طائفة شيعية مبتدعة مخالفة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يحيوا بدعة الاحتفال بمولده، واللي هي بقيت لحد يوم الليلة عند بعض المسلمين، ما كلهم، لأنه كثير من المسلمين عرفوا أنه دي بدعة واجتنبوها وتركوها، لكن كثير من المسلمين اغتروا لأنه جاءهم دعاة الضلال وقالوا لهم محمد النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تجوا تدقوا دلالك في سحت المولك وتحتفلوا بمولده، في حين أنه أبسط تعليمات النبي اللي وجهنا لها من سنن ومستحبات وأوامر ونواهي الناس ما بتلتزم بها، صح الله ما صح؟ ما ملتزمة بها. الآن نحن مطبقين السنة، الناس الآن بتنتهي عن كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كله يقولوا نحن بنحبه. كيف تحب؟ أليس المحب لمن يحب مطيع؟ فده إن دل إنما يدل ده في تناقض. ما تخدع نفسك. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي إنك تتابعه، إنك تقتدي به. أسي عليك الله لما تحب لك لاعب كورة ولا فنان، أول حاجة بتعمل شنو؟ تلقاه وش بيبدأ يلبس زيه. لو كان مثلا واحد من الفنانين المعاصرين ده، أنا ما بعرف أساميهم ولا داري أعرف الذات، تلقاه يلبس زيه ويحلق زيه ويتكلم زيه ويغني أغانيه ويدندن بها الصباح والمساء. ليه؟ لأنه بحبه. لما تحب لك لاعب كورة تكون لابس فنيلته وما بترضى فيه كلمة هاي، وبتتابعه وعارف أخباره وعارف أولاده وعارف أي خبر عنه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام أولى بأن نتبعه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام أولى أن نقتدي به؟ الأولى يا أيها الأخوة اللي بينفعنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بينفعنا اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اتباعنا للعبة الكورة ولشيوخ الضلال ولأهل الفساد والإلحاد والزيق؟ ما منهم ينفعنا، ما في إلا متابعتنا وعملنا الصالح. وحتى لا أطيل عليكم، أختم لكم بخاتمة سريعة. شوف الاحتفال بالمولد ده، مش السودانيين بيقول لك نحن مالكية؟ أمشي جيب أقوال المالكية كلهم، الإمام مالك، جيب الشافعية معهم، وجيب معهم الحنابلة، وجيب الأحناف، وجيب كل علماء أهل السنة منذ عهده النبي عليه الصلاة والسلام، جيب لي واحد بس قال للناس احتفلوا بالمولد، ما أعتجد أصلا، ما في. لكن الصوفية زينوا للناس البدعة دي وغرروهم بها باسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي منهم ومن مناهجهم براء. عشان كده يا معاشر الإخوة خليكم فطنين، العلوم والدين ده يا إخوة مسجل ومسطر، موجود في الكتب، الداري يمشي يطلع عليها ويعرف دينه ويعرف عقيدته في الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم أن كل ما نراه اليوم من مخالفات ليس لها أي علاقة بدين الإسلام ولا بسنة خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نشكركم خير الشكر على حسن الاستماع، ولا نكون